متميزة بالثاني عشر وموعدهم أيضا نحوزهم بأفضل إذاعة. هذه يعني رسالتنا وهذا الهدف الأسمى من وجود الإذاعة، إضافة لأن الإذاعة تستقطب الأذواق مختلفة من خلال التنوع ومن خلال يعني مراعاة ذوق أهالي العاصمة. نحتفل اليوم بإطفاء الشمعة الثانية عشر لإذاعة صوت العاصمة، ووقدنا شمعة الثالثة عشر. هذه الإذاعة الخدمية البغدادية اللي تعنى بخدمات أمانة بغداد لقدمها للمواطن، وحريصين كل الحرص على أن يكون صوت المواطن، صوت المواطن البغدادي وصدى المسؤول حتى يوصل رسالته واستجابته للمواطن. الحمد لله والشكر، عندنا عطاء، عندنا برامج متنوعة بكافة المجالات. ألف مبروك الإذاعة صوت العاصمة، وكل عام هي بألف خير، أتمنى لها كل الموفقية والنجاح والإبداع. أتمنى الموفقية الكادر المبدع ملاك المتألق اللي أكيد بركة جهودهم وصلتنا لهذا الإبداع وهذا التميز. ذكرى التأسيس هي نهاية وبداية جديدة ومسؤولية جديدة. الكادر ضحى وعانى وصار عصبي ومشكل من أجل دقائق أو من أجل ثواني لإسعاد المستمع. يا رب نكون قدر هاي المسؤولية وقدر حسن الظن. بارك لإذاعة صوت العاصمة في السنوات الأخيرة حصولها على الجوائز الأولى، ودائما تحصل على المركز الأول في أي مهرجان أقيم في السنتين الأخيرتين، وآخرها طبعا جائزة الإبداع الذهبي. إذاعة في تطور مستمر، وأنه من دواعي سرورنا أن يتزامن اختيار إذاعة صوت العاصمة كأفضل إذاعة لهذا العام مع إطفاء شمعتها. ألف ألف مبروك لكادرها ومديرها الأستاذ علي الكريم الشمري ولكل كادرها، ونتمنى يا رب إن شاء الله كل الخير وكل التفوق. أجمل التهاني وأطيب التبريكات إلى كل كادر إذاعة صوت العاصمة.